من أغرب ما تلقى الإنسان عن أهل العلم وسيرهم في الاعتناء بالقرآن خبر ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عن نفسه. تعرفون شيخ الإسلام ابن تيمية؟ وما أدراكم ما شيخ الإسلام ابن تيمية؟ ثم ما أدراكم ما شيخ الإسلام ابن تيمية؟ تسمعون ببعض جهوده، لم تسمعوا بكل جهوده، لا أنا ولا أنتم سمعنا بكل جهوده. شيخ الإسلام ابن تيمية ما جاء أحد بعد السلف أعلم منه، أعلم العلماء وأشدهم تحقيقا من بعد السلف، من بعد القرون المفضلة الأول، والله يكاد يفوق الأئمة الأربعة في الموسوعية، الأئمة الأربعة أبا حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، والله يكاد يفوقهم في ساعة العلم، لكن احتراما لجناب السلف يقال من بعد السلف. ما جاء عالم أوسع منه علما ولا أشد تحقيقا منه ورب الكعبة حلفا غير منقوض من شيخ الإسلام ابن تيمية. ومع شدة تحقيقه وعظم جهوده في العلم ونشره للسنة وشدة جهاده بالذب عن حياضها وغزو أهل البدع وإطاحة راياتهم مع جهاده الفعلي بالسيف لأنه كان مجاهدا قتاليا، ومع ذلك يندم في آخر حياته على أنه ما جعل عامة اشتغاله بالقرآن. يا الله، اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا يا رب، اللهم اعف عنا واغفر لنا يا رب، اللهم حبب إلينا القرآن يا حي يا قيوم، واجعلنا قائمين بحقه.